السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في كويزين تحيا الجزائر. قناة سميرة ديزا ترحب بكم. في الفيديو تاع اليوم إن شاء الله راح تشوفوا معايا بيتزا مغلوقة، بيتزا كوفرت، راح تكون بعجينة جد سهلة وبسيطة بحشو بسيط ولذيذ جدا. رافقت هذه البيتزا بعصير في منتهى الروعة، عصير طبيعي 100%، عصير الجزر والبرتقال. ما راحش ياخذ من وقتكم دقيقتين في التحضير ديالو. إذا كان عجبكم الفيديو ديروا لي لايك، ما تبخلوش عليا بالتعليقات. نتمنى لكم مشاهدة طيبة للفيديو. لتحضير العجينة عندي المقادير التالية: عندي كاس ماء دافي، كاس ديالي يرفد 200 مليلتر، كاس حليب دافئ كذلك يرفد 200 مليلتر، ربع كاس من الزيت، ملعقة كبيرة خميرة الخبز الفورية، ملعقة كبيرة من السكر، نحتاج كذلك إلى ملح، حبة بيض، فرينة أو طحين أبيض لم العجين مع ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية. في وعاء نسبق أولا في المواد السائلة، راح نحط كاس تاع الماء. إذا كنتوا تحبوا يعني كمية أكثر من العجين، ما عليكم فقط أنكم تضعفوا المقادير. راح نحط الخميرة الكيميائية الخاصة بالخبز مع السكر، يعني هاد العجينة سهلة وسريعة. راح نحط الزيت، وضيف حبة البيض، نخلط جيدا. الملعقة الصغيرة تاع الخميرة الكيميائية، ونبدأ كذلك في إضافة الفرينة حتى تحصل على عجينة تكون طرية وتتلاصق. نخلط هكذا بالملعقة مع إضافة الفرينة تدريجيا حتى تحصلوا على عجينة. إذا نزيد نضيف الفرينة، رشة الملح في الأخير، ونكمل نلم العجينة غير بالملعقة فقط. كما راكم تشوفوا سهلة وسريعة التحضير، ما تاخدش وقت طويل. العجينة تكون هكذا بهذا الشكل، تكون جد طرية وتتلاصق باش تجينا خفيفة. ندخل مليح الفرينة وهذاك الملح، تحبوا تعطروها بشوية تاع الزعتر أو شوية تاع الزعترة هكذا، وراح نخليها تختمر. نعطيها هكذا بالفيلم الغذائي. إذا كنتم حابين تحصلوا على نتيجة رائعة وعلى عجينة تكون خفيفة بزاف، ما عليكم فقط أنكم تخلوها تختمر مرتين أو ثلاث مرات. يعني كل ما تخمر مرة تشوفوها تنتفخ، تهبطوها وتعاودوا تزيدوا تخلوها تنتفخ للمرة الثانية. الحشو في مقلاة، حطيت كمية من الزيت حوالي 3 ملاعق أو 4. راح نحط حبة بصل أخضر، قطعتها هكذا إلى شرائح رقيقة، راح ندبلها شوية مع قليل من الملح والفلفل الأسود. نضيف حبتين من الطماطم، قطعتهم هكذا إلى قطع صغيرة على شكل مربعات. من هكذا نخليهم يطيبوا. إذا كان عندكم محبيبة تاع الفلفل الحلو تقدروا كذلك تقطعوها إلى قطع صغيرة وتضيفوها هنايا إلى هاد الخليط اللي يشبه للتشكشوكة. حشو سهل وسريع التحضير. هنا راهو طاب، يعني ماشي لازم هذيك الطماطم يدخلها مليح طياب، لأنه راح تكمل طيابها في الفرن. راح تجي يعني حشو سهل وبسيط كما تاع المحلات. تاع العكري الا كو حابين يعني اللون يكون يعني فونسي على هكذايا. العجينة ديالي بعد ما تضاعف الحجم ديالها ها هي هنايا، راح نرش مكان العمل بشويه تاع لافارين وننزل العجينه ديالي. بما انه راهي يعني طريه وتتلاصق، راح ننزلها هنا فوق مكان العمل بهذه الطريقه، وراح نقسمها الى جزئين. شوفوا العجينة جد طرية بزاف،
شوية على فارين باش تجيني سهلة في العمل. هذا الجزء الأول، ونروح كذلك للجزء الثاني، نرش شوية على فارين عليه. بهذه الطريقة الصينية اللي تروح للفرن دهنتها بقليل من الزيت. راح ناخذ العجينة الجزء الأول، وراح نحاول أني نطرح هذه العجينة على كامل هذه الصينية غير بالعقل برك. بإمكانكم تستعملوا الزيت أو القليل من الفرينة باش تفردوها بكل سهولة. نحاول نفتحها، وباش تجينا هاد البيتزا المغلوقة تجينا خفيفة لازم نحلو العجين يكون رقيق. نفتح العجينة هكذا بهذه الطريقة. لما نوصلوا للحواف نحاولوا أننا نطلعوهم هكذا شوية باش لما نحطوا الحشو ما يخرج لناش الحشو. نضغطوا مليح على الأطراف ونحاولوا أننا نطلعوهم، ونحاولوا كما قلت لكم نخلوا العجينة تكون رقيقة. بعد الثقوب فوق العجينة ثم ناخذ الحشو ديالي نفرغه هنايا. هكذا ونمشيه كامل على سطح العجينة. ثم ناخذ كميه من الجبن الابيض فخوماج بلون هكذا. انا استعملت اليوم هذا، يعني اول مره نجربه، اللي اسمه ساندويتش. نظن الثمن تاعو 12000. هكذا نحاول نحطه ونوزعه على كامل الحشو. كميه من صدر الدجاج كان بقى لي من يعني من الفطور، فقلت نستغله هنا في هذه الوصفه. ثم تقدروا تعوضوه يعني بشويه تاع الطون او لحم مفروم، او حتى الطون هذاك اللي يجيب بلاصوص طومات المعلب كذلك يصلح، يجي بنين في هذه الوصفه. كما تقدروا تستغناو على كامل اللحوم، تعملوها فقط بالصلصه هذه اللي حضرناها مع الجبن، راح تكون اقتصاديه وتكون بنينه. نضيف كميه من الجبن المبشور. ثم ناخذ الجزء الثاني من العجينة بمساعدة الفرينة. نفتح العجينة ديالي ونحاول نعطيها نفس الحجم تاع الصينية. ودائما إذا كان شتو تلصق دائما حاولوا الاستعانة بالفرينة أو الطحين. بعد ما فتحت العجينة ديالي نرشها بشوية تاع الفرينة، وناخذ الحلال ونرولي عليه هكذا العجينة. ثم ناخذ مباشرة السنيوة ديالي ونعاود نفتح هذيك العجينة هكذا بهذه الطريقة، ونمشي الحلال ديالي، وبالتالي راح نغطيو العجينة او نغطيو هذاك الحشو بطريقة جدا سهلة. طبعا نحاولوا نسيسو العجينة لانها شوية طرية وتتلاصق. ثم نسقمها مليح ونحاول نغلق جيدا على الاطراف هكذا باش ما يخرجناش الحشو. صفر حبة بيض وندهن كامل الوجه تاع هاد العجينة. ثم ناخد سكين ونعمل فوق خطوط، يعني نعلم حبات البيتزا، يعني الحجم اللي حباته بهاد الطريقة. يعني ما نقطعش العجين وإنما نعلم فقط خطوط هكذا. كل وحده يعني دير على حساب الحجم اللي راهي حباته، وبالتالي حتى حبات الزيتون اللي حنحطهم راح ياخذوا مكانهم في الوسط. كذلك هكذا على الوسط تاع كل حبه زيتون ببذور الخشخاش او بالجلجلان او بالسانوج، يعني كل واحد على حساب الشيء اللي عنده. ما تنساوش تعملوا ثقوب بالشوكه فوق العجينه حتى لا تنتفخ اثناء الطهي في الفرن. وندخل هاد البيتزا للفرن. لما نشوفها طابت من الاسفل واكتسبت اللون الذهبي نشعل عليها الفرن من فوق
حتى كذلك تتحمر هذه الطبقه العلويه وتاخذ هذاك اللون الذهبي ونخرجها من الفرن. الفرن طبعا يكون ساخن من قبل على درجه حراره 200 درجه مئويه. نروح لتحضير العصير. تحضير العصير عندي هنا حبتين من البرتقال مع كميه من المبشور تاع البرتقال، عندي حبتين كذلك من الجزر متوسطين في الحجم، قطعتهم هكذا الى قطع صغيره. ضروري اننا نخيروا الجزر اللي يكون طازج ويكون طري. احتاج كذلك الى السكر، راح يكون حسب الذوق، والى الماء. في وعاء تاع الخلاط راح نحط البرتقال. هذا العصير كذلك صحي جدا وسهل وسريع في التحضير، خاصه واننا في موسم البرتقال. حطيت البرتقال، نحط الجزر، وراح نحط كذلك كميه من السكر. السكر ومن بعد نذوق. نحط الان حوالي 3 ملاعق كبيره من السكر وراح نشوف، وراح نضيف الماء. نضرب كل شيء مع بعض حتى نتحصل على عصير. العصير اللي تحصلت عليها هو هنايا، نشوف نوري لكم القوام ديالو. هاوليك كما شفتوا، بحبتين من البرتقال وحبتين من الجزر الطازج عملنا احلى عصير صحي وطبيعي 100%. كذلك هي هنا خرجتها من الفرن بعد ما اكتسبت اللون الذهبي، راح نقسمها لكم وتشوفوها معايا. بعد ما قسمتها هي هنايا، راح نوري لكم قطعه تشوفوها كيفاه جات. هاي ليك كيفاش تجي، تجي ما شاء الله، تجي محشيه. ها هي هنا تجي كذلك محمره من الاسفل وطريه وهشيشه بزاف، حتى العجينه والله تجي اسفنجيه وقطنيه، تجي في منتهى الروعه. هنا مازالت سخونه، ها هي هنايا كما راكم تشوفوا. نخليها تبرد شويه مع العصير اللي حضرناه. هلكم تشوفوها راهي يعني مازالت سخونه، شوفوا مع الجبن اللي حطيناه الداخل، يعني راح تجي تشهي وتجي في منتهى الروعه. هاي ليك هنا، هذا هو الفيديو لنهار اليوم. كما شفتوا بيتزا كوفرت او بيتزا مغطاه بعجينه جد سهله وسريعه التحضير، تجي في منتهى الروعه، تجي اسفنجيه وخفيفه بزاف كما راكم تشوفوا هنا امامكم. ان شاء الله حبيباتي تنال اعجابكم مع العصير الطبيعي اللي كنت حضرته بالجزر والبرتقال، بحبتين فقط من البرتقال وحبتين من الجزر. حضرت حوالي 1.5 لتر من العصير الطازج الطبيعي، ويكون كثيف ويكون بزاف بنين وصحي. إذا كان عجبكم الفيديو حبيباتي لا تبخلوا علي بالاشتراك في القناة مع الضغط على الجرس ليصلكم الجديد. ادعموني باللايكات وبالتعليقات من أجل المزيد من الوصفات واستمرارية القناة يا أحلى وأروع مشتركات. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.